معتبر كبير، أبو جهاد محافظ طول كرم، والدكتور علي معروف اللي شرفنا هذا رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا ورئيس اللجنة الطبية العربية الألمانية، وأحد أنشط يعني مسؤولي الجالية الفلسطينية في برلين. منرحب كمان بالزملاء الدكتور وليد، الأستاذ عبد الناصر، الدكتور محمد. ومحاضرة اليوم حتكون عن تسليط الضوء على الخط الفاصل بين حرية التعبير وحرية التشهير في الإعلام. حنسمع من سيادة اللواء الآن متى يسمح لنا كصحفيين وكإعلاميين أن نكتب، يعني وين احنا بنعتبر أنه هذا حرية تعبير وهذا تشهير، سواء بالصحافة المكتوبة، بالتلفزيون، بالراديو، وبالتحديد في الفيسبوك. تفضل. طيب، يعني أنا أولاً بسعدني كثير أني أكون في جامعة بيرزيت، وبسعدني جداً أني أرحب أيضاً معك في الدكتور الصديق والحبيب الدكتور علي، الدكتور علي الناشط جداً في ألمانيا وحتى في كل أوروبا. وبنفس الوقت بشكرك على هذه الدعوة، بشكر الدكتور وليد ودكتورنا وحبيبنا نقيب الصحفيين. حقيقة يعني أن يواجه رجل ذو تجربة أمنية عمل في المخابرات زي فترة طويلة والآن محافظ، أن يواجه مجتمع الطلاب، هذا أعتقد قد تكون من النوادر في جامعة بيرزيت، وهذا شرف عظيم لي انطلاقا من فهم ومفهوم أؤمن فيه تماما، أن رجل الأمن هو إنسان وطني يعمل وفق قناعاته الوطنية من أجل وطن. وأنا في أكثر من محفل، في أكثر من مكان، في محاضرات حكيت عن الأمن، أو اللي بيعمل في حقل الأمن هو الإنسان اللي بيؤدي رسالة إنسانية زي الطبيب. ليه؟ لأنه عملياً هو بيقوم بهذا العمل، وقد يكون معرض دائماً للموت، قد يكون معرض للاستشهاد في أي لحظة، والدليل استشهاد 2089 شهيد من رجال الأمن في الانتفاضة الأخيرة. نحن نتحدث عن واقع، نتحدث بلغة الأرقام واللي لا يمكن الجدل فيها، لأنه الأسماء معروفة وتاريخ الاستشهاد معروفة من عند اللواء السبعاوي وانتهاء بآخر جندي استشهد هذيك اليوم في قلقيلي، وهو رجل مخابرات تم اغتياله واغتيال من قبل احتلال إسرائيل اللي هو عمليا عدو الشعب الفلسطيني. هذا الرجل يعمل لتحقيق رسالة إنسانية يؤمن فيها، إذن هو يعمل بالعلم الإنساني أو لتطبيق علم إنساني، على اعتبار أنه الأمن علم إنساني، وعلى أساس أنه هو بيشتغل عمليا لحماية الإنسان. مادام أنت تشتغل ليلة نهار من أجل حماية الإنسان، حماية المجتمع، حماية الفرد، حماية أمن الفرد، إذن أنت بتمارس العلم الإنساني باقتدار. لكن الفرق ما بين رجل الإخفاء على سبيل المثال كإنسان جزء من منظومة الأمن في البلد، الفرق بين رجل الإخفاء وما بين الطبيب على سبيل المثال، الاثنين بيأدوا رسالة إنسانية، إنه رجل الإطفاء يذهب إلى المكان اللي في حريق قد يموت أثناء قيامه بمهمته، وهو بيحمي الطفل أو بيحمي في امرأة أو بيحمي في بيت أو بيحمي أو بيحاول إنه يطفي حريق في حرش على سبيل المثال. ما بروحش على سكرتيرة، ما بيدفعش المعلوم، بينما عند الطبيب على سبيل المثال بروح طبيب بيمارس مهنته الإنسانية، لكن قبل ما تروح تفوت على الطبيب بدك أنت تروح تدفع المعلومة، هذا أمر طبيعي. إذن الرجل الأمن هو إنسان يمارس هذا العلم الإنساني من خلال دفاعه وحمايته للإنسان. الآن
الأمن إذن يعني هو حاجة إنسانية، حاجة لكل إنسان. أنت وأنت ماشي في الشارع كويس، أنت بحاجة لأن تكوني أمينة، تذهبي إلى الجامعة، تخرج من الجامعة وأنت بتعيش في جو آمن. جربنا فترة ما كان في هناك حالة من الفلتان أو ما سمي بالفلتان الأمني، كان الأب والأم كانوا يخافوا على أبنائهم، كانوا يخافوا من التحرش، كانوا يخافوا من الاعتداء، كانوا يخافوا من الابتزاز، كانوا إلى آخره. والكثير حتى في هذه الأيام من الناس اللي ممكن بيتعرضوا لابتزاز، بيتعرضوا لمحاولات قتل نفسي عمليا. وبجوز آخر قضية امبارح في نابلس اللي هي اكتشاف جهة كانت عبر الفيسبوك تخترق، هاكرز يخترقوا اللي هي أجهزة الحاسوب لبنات ويدخلوا على خصوصياتهم ويطلبوا فلوس مقابل أو يطلبوا أشياء أخرى مقابل إنه يعني ما يبثوش الصور أو ما يبثوش كل ما له علاقة بهذه البنت أو تلك. إذن الأمن قام بحماية هذه الشريحة أو هؤلاء الفتيات، وهذا الآخر أمن، وهذه ممارسة عملية للعلم الإنساني. إني أنا حميت بنت، حميت شرف بنت، حميت كرامة بنت. إذا الأمن حاجة. حتى في القرآن الكريم يعني في أكثر من آية نزل عن الأمن، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن حاجة إنسانية على مر التاريخ. طيب عندما نربط الأمن بحرية التعبير، حرية التعبير هي حق لكل إنسان. السلطة الوطنية تؤمن بهذا الحق. وعلى فكرة يعني في ميزة بجوز عندنا في بلادنا، أي حد بيقدر يحكي اللي بده إياه، أي شيء بدك تحكيه بتحكيه. في المقارنة ما بين الموجود في فلسطين وما بين الموجود في كثير من الدول، تجد أن هناك فرق شاسع حتى بما فيها بعض الدول اللي تعتبر مهد للديمقراطية في العالم، وبعض الدول اللي دائما تدعي أنه هي الأحرص على حقوق الإنسان. والدليل ما حدث في أمريكا أول عام على جسر وول ستريت، تم قمع، مظاهرة قمع بالقوة على اعتبار أنه هذه المظاهرة هي صح حرية تعبير، ولكن مست بحرية التنقل، مست بحرية البشر الآخرين. أنه أنت لا يجوز لك أنك 1001 2001 أنك توقف على الجسر وتقطع الطريق أمام الشعب الأمريكي تحت شعار حرية التعبير. قمعت قمع بالقوة واعتقل أكثر من 500 شخص في الولايات المتحدة على اعتبار أنه هذا صح حرية التعبير. وأي شيء أنت عمليا بتعمله، أي شيء بتعمله في إطار حرية التعبير هو عمليا ممارس، أنت مارسته. لكن هل ممارستك لحرية التعبير هي حدت من حرية الآخرين، اعتدت على حرية الآخرين، اعتدت على حقوق الآخرين، ولا ما اعتدت؟ بس لو انك مش جاسوس، لو انك مش زي رئيسك عميل، اللي قاعدين عملتكم فهناك خلل، هناك اضطراب بالمفاهيم الخاصة بحرية التعبير. انه هل انا استطيع القول، اي قول عن اي شخص بالطريقه اللي انا بدي اياها؟ هلا اذا احنا بنقول انه في قاعده بتقول المطلق يطلق على اطلاقه الا اذا قيد. طيب هل استطيع ان اطلق حريه التعبير اطلاق كامل وما يكونش فيه لها قيود؟ هلا كثير من الديمقراطيين في مدارس، كثير من الناس الديمقراطيين أو اللي بيؤمنوا بالفكر الديمقراطي أو بيؤمنوا ببعض المدارس في هذا المجال، بيقول لك لا، هذا القيد
يعني الا اذا منعها القانون، يعني دائما حتى في كثير مكون انه لك الحريه الا اذا وضع القانون حد لهذه الحريه في مجال معين، بيعتبروها اعتداء على حقوق البشر. هلا السلطه الوطنيه على سبيل المثال، يعني عندنا الماده 10 من القانون الاساسي بتحكي عن الحريات، بتحكي مثلا حقوق الانسان وحرياته الاساسيه ملزمه واجبه الاحترام، ملزمه واجبه الاحترام، هذه ماده واحد، هذا نص لا يمكن الاعتداء عليه، ولا يسمح للسلطه التنفيذيه انها تمس بهذا الحق، لانه هذا حق منصوص عليه في القانون، القانون الاساسي بين مزدوجين اللي هو عملين الدستور. نزل في الماده 19 لا مساس بحريه الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاه احكام القانون. هلا كثير من الناس بيجي كله تمام، لكن بالاخر لما بيجي بقول لك مع مراعاه احكام القانون، انه بيعتبروها قيد. انا شخصيا بعتبرهاش قيد. ليه؟ لانه احيانا ممارستك لحريتك في التعبير عن ما يجول في داخلك قد يمس حريه الناس. يعني هل يجوز لي اني اروح على سبيل المثال اروح اولع عجال على سبيل المثال في الشارع؟ هل يجوز لي لاني انا بدي اعبر حريه التعبير، وحريه التعبير يا اما بروح بحكي، يا اما بكتب مقالي، يا اما بطلع في التلفزيون، يا اما بعمل ندوي، يا اما بحكي بعبر عن كل اللي في داخلي، هاي حريه التعبير، بامن شيء مؤمن فيه بحكي عنه. هل يجوز لي اني اروح على سبيل المثال حر انا اقول عن الدكتور وليد، اقول والله هذا الدكتور وليد هذا فوقه هذا تحته هذا سيء هذا خائن هذا الى اخره؟ فحدث في فلسطين، حدث انه البعض تحت شعار حريه التعبير وتحت شعار انه صحفي محصن انه يمس سين او يمس صاد ويمسه بشرفه ويمسه بكرامته. طب هذا اسمه حرية تعبير ولا تشهير وتشويه؟ هو تشويه وهو اعتداء. ثم هو كمان له حقوق، يعني هذا من كمان إنسان برضو، أنت اللي بتحكي عنه إنسان له حقوق، لا يجوز المساس بكرامته، لأنه هذه في كل الشرعة الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل ما له علاقة في حقوق الإنسان، كل النصوص كلها تأكدت على أن الإنسان له حقوق، لا يجوز المس بكرامة الإنسان، لا يجوز المس بسمعة الإنسان. أنت يا أمير، أنت مارست حريتك في إطار ما يسمى بحرية التعبير، ولكن اعتديت على حرية إنسان آخر واعتديت على كرامة إنسان آخر. هل أستطيع أني أجي أقول عن هذا؟ وحصل مئات آلاف القضايا اللي على مدار العام بتوصل للمؤسسة الأمنية للمحافظين لهون إنه في شكاوي إنه فلان حكى عني في الفيسبوك هيك، وكل واحد كاتب، كل واحد عنده فيسبوك أو تويتر يستطيع من بيته أجب باله أي شيء حلمي بيكتبها، بده يسب على فلان بيسب عليه. طب هل الشتيمة تقع في إطار حرية التعبير؟ أكيد لا، لا يجوز، لأنه في اعتداء على أيضا حقوق مياه. أنت بتحكي حرية التعبير هو حق إنساني، ثم كمان اللي أنت بتشتمه أنت اعتديت على حقه، اللي شوهته اعتديت على حقه، أنت اعتداءك على سمعته كويس برضه اعتداء على حق إنسان آخر، إذن لا يجوز. هل يجوز لإنسان أنه يجي يحكي على سبيل المثال عن سيادة الرئيس يقول انه وحصل انه هذا خائن هذا كافر هذا كذا؟ لا يجوز، لابد من هنا بتدخل الاخلاق في الموضوع، وحتى مهنيا، يعني حتى الاعلامي ما هو كمان مهنيا لازم يلتزم اولا بالاخلاق، لازم يلتزم أولاً بالأخلاق،
الأخلاق المهني، مش هيك؟ طيب لما بتيجي بتعتدي على السيد الرئيس، بتعتدي على سين، بتعتدي على صاد، بتعتدي على أشخاص أي إن كان، الرئيس مش لأنه رئيس يا سيدي إنسان، بتعتدي عليه بتكفره بتخونه بتحكي أي كلام بدك إياه، هل هذا يجوز؟ أنا بقول لك أكيد لا يجوز. طيب العلاقة الجدلية أو جدلية العلاقة ما بين الأمن وحرية التعبير، في هناك أيضا اضطراب بالمفاهيم حول هذه العلاقة. دائما الأمن دائما متهم، دائما في أي دولة في العالم بالمناسبة. ليه؟ لأنه هو عبارة عن مركز إجراء، هو مركز إجراء، هذا بدك حسن سلوك أحيانا تأخذه من الأمن، الأمن بيعيق الحركة، الأمن بيوقف سيارة عاملة حادث سير على سبيل المثال، بيوقف بيعمل حاجز على أساس إنه يشيل الناس اللي مثلاً عند في إصابات في هذا الحدث وكذا، بتلاقي الناس فوراً بتصير تشتم، بتصير تحكي على الأمن، مش عارف إنه رجل الأمن قاعد بمارس أيضاً مهمة إنسانية. كويس، بنفس الوقت كونه مركز إجراء دائماً السلطة التنفيذية دائماً معرضة للحديث للنقد، تمشي بالشارع على سبيل المثال توقع في حفرة، بتسب البلدية أحياناً، دائماً اللي بيشتغل في مجال التنفيذ دائماً عرضة للنقد وعرضة للتجريح أحياناً. لكن أنا بقول الأمن بين وبين الحرية التعبير علاقة حميمة، بختلف عن هذه الناس اللي دائماً بتمارس العدائية تجاه المؤسسة التنفيذية أو السلطة التنفيذية وتحديداً الأمن. لولا الأمن لا يمكنك أنك تمارس حرية التعبير، لا يمكنك أنك تمارس حرية التعبير. ليه؟ لأن حرية التعبير ليست دائماً اتجاه السلطة السياسية، ليست دائماً اتجاه حرية التعبير، عشيرة بعشيرة، جامعة إدارة جامعة مع طالب، طالب مع طالب، فصيل مع فصيل، بتناقش هذا إله رأي هذا إله رأي، مش هيك؟ وبنفس الوقت يعني عمليا حرية التعبير اتجاه كافة القضايا الاجتماعية الثقافية الأدبية السياسية إلى آخره، كل إنسان له رأي يمارسه ويعبر عنه اتجاه مختلف القضايا، ليس شرط أن يكون أو أن تكون حرية التعبير دائما اتجاه السلطة السياسية، السلطة السياسية جزء، ولكن أنت تمارس بحياتك اليومية. أنا رأيي هيك، بكتب مقال في الجريدة بقول بأنه والله أنه هذا السوق بهذا الشكل، هذا غلط، هذا بيعك حركة السير، هذا البلدية غلطاني والبلدية في عندها خلل، وأنا رأيي 1-2-3 على سبيل المثال. حقك أن تمارس النقد، حقك أن تمارس النقد السياسي، ما حد يقول ليش، وممنوع حد يقول ليش. لكن إذا ما فيش أمن بيجي تحكي على حماس، تحكي على فتح، تحكي على الشعبي، تحكي على أي فصيل، ممكن إنه يرد عليك بالعنف، إنه أنت هاجمته، أنت سبيته، أنت أسأت له، فأنت بدك تكون محمي. مين بده يحميك؟ الأمن. حتى في الجامعة في أمن، مش في أمن؟ ليه الأمن موجود؟ مشان يحمي الجامعة، مشان يحمي المعلم، مشان يحمي الطالب والطالبي، مشان تسود حالة من الاستقرار واقع الجامعة. احنا نتمنى انه ما يكون في أمن، نتمنى انه الناس كلها تصل الى حالة من المسؤولية والقدرة على أنه الإنسان فعلا يسير بطريقه بشكل آمن ويمارس حياته بشكل آمن وإلى آخره، على نمط اليابان على سبيل المثال، كويس، اللي وصلت بعد فترة طويلة من العمل وفق منظومة تربوية وصلت إلى حد أنه ما فيش إشارة ضوئية واحدة في اليابان، نقابات عمال ما فيش، لأنه الإنسان في اليابان بيشعر بأنه هو ابن البلد
وهذا البلد إله والمصنع اللي بيشتغل فيه إله وهو رب العمل. ولهذا السبب تجد الإنسان الياباني في بيته ممكن بيوكل وقاعد بيركب في لابتوب للمصنع وقاعد بيركب في آلة معينة للمصنع. ليه؟ لأنه بقول لك الدقيقة لها ثمن، وأنا عندما أنا بركب لابتوب أنا بجيب لليابان $10. هذه حالة من الانتماء. إذن بشكل خلينا يعني نروح باتجاه آخر، الانتماء. الانتماء أساس، الانتماء أساس للتفاهم، الانتماء أساس لضمان حرية التعبير، وانتماء أيضا رجل الأمن أيضا أساس من الأسس في هذا الإطار لحماية أيضا حرية التعبير. لابد من حماية الفرد اللي بيمارس حرية التعبير، اللي بيمارس الديمقراطية. أما القول بأنه والله إنه هناك حالة عدائية ما بين الأمن وما بين الإنسان اللي بيمارس حرية التعبير، أو ما بين الصحفي أو الإعلامي وما بين رجل الأمن، لا، هذا قول خاطئ وخاطئ جدا. كثير من القضايا تحدث عندنا في فلسطين لا يمكن درجها في إطار حرية التعبير. وفي هذا اليوم الذي دعي فيه إلى الإضراب العام من الغاضبين على العبث بالممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات بدون أسماء، يعني عندما تسمع واحد بشكل دائما بردد الخياني، التكفير، الخياني، خائن، ياسر عرفات خائن، أي حرية تعبير، يعني حرية تعبير اتجاه قائد استشهد. طب ما هو أنت كمان اعتديت على الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني على الكل إنه ما يسمع كلام يمس رموزه التاريخيين وقائد شهيد على سبيل المثال زي ياسر عرفات. الخائن عرفات يا زلمة، يا الخائن عرفات عليك، عرفات ميت لا تجوز عليه الذي شهد موضوع الأحمد. فمش حق هذه الغالبية المطلقة من الشعب إنها ما تسمع كلام مسيء على محق. هذه مسائل يعني جدا مهمة، حتى إنه يعني خلينا نقول نفرك الغموض اتجاه كثير من المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا الحق في حرية التعبير. إضافة إنه يعني ممكن نقول إنه في خطأ دارج إنه حرية الرأي والتعبير. لا، الصح دائما إنه نتحدث عن حرية التعبير، لأنه رأي أي واحد عنده رأي، عندك رأي بينك وبين حالك في اتجاه كل القضايا الوجودية واللا وجودية أي شيء بدك إياه موجود عندك رأي. أحيانا أخلاقيا لا تستطيع التعبير عن رأيك اتجاه بعض المسائل. أحيانا كثير من الناس عندهم آراء محددة تتناقض مع المنظومة القيمية الموجودة في البلد، مؤمن فيها بشكل شخصي، مؤمن فيها بشكل فردي، ولكن لا يستطيع ممارستها في فلسطين على سبيل المثال. لكن ممكن بعض الآراء يمارسها في أمريكا، يمارسها في فرنسا، يمارسها في أي مكان، يمارسها في إيران، في السعودية، لكن هنا لا يستطيع أن يمارسها. ليه؟ لأنه في شيء اسمه قانون العيب أحيانا، وفي شيء اسمه قانون الحرام، وهذا أقوى بكثير من القانون العادي، أقوى بمليون مرة من القانون العادي. إنه أنت تؤمن بأنه هذا الحديث بهذا الموضوع عيب، الحديث بذاك الموضوع حرام، فأنت لحالك بتصل لقيود أنت مقيد نفسك فيها، لأنك أنت مؤمن بمنظومة قيمية أو المجتمع فرض عليك إنه ما تحكي هيك، وحد من حريتك نتيجة وجود هذه المنظومة القيمية والأخلاقية التي تحد من حريتك. ولهيك تيجي بتصطدم بتقول لا، هذا الموضوع لا أستطيع الحديث فيه، لأنه إذا بحكي فيه قد أنبذ وقد أهاجم من المجتمع نفسه. فليس دائما السلطة التنفيذية أو الأمن هو الذي يقمع الحرية. أحيانا المنظومة القيمية
الموجودة في المجتمع بغض النظر صح أو غلط، صح أو غلط برأيي أو رأيك، في هذه القرية، في تلك القرية، في هذا المخيم، في تلك المدينة، يعني لكن هذه المنظومة تحد من حريتك ولا تستطيع الحديث بموضوع معين. كثير قضايا أنت تؤمن فيها، على سبيل المثال يعني أنا لما بدي أروح على استشهد شاب، شو علاقة المحال التجارية إنها تكسر؟ اللي قتلوا يهود إسرائيليين، إيش بتعبر يعني؟ أنت بتعبر يعني هل إني أروح أولع إعجال في الشارع وأروح أهاجم محال تجارية فلسطينية، هل هو شلومه هذا اللي أنت هاجمت محله؟ ما هي تعبير، ما هي حالة من التعبير العملي عن موقف. هل أنت عمليا بتقبل في هذا الكلام؟ أنت افرض نفسك صاحب محل تجاري تترزق تاجر، إنك تهاجم على سبيل المثال من هذا أو ذاك نتيجة إنه استشهد فلان في هذا في هذه القرية أو في هذا المخيم أو في هذه المدينة، هل يعقل؟ طب هذا يحدث لنا في بلادنا، وعندما يجي الأمن يمس هذا اللي اعتدى على حرية الناس، على ممتلكات الناس، تجد البعض يدافع، البعض هاجم نقيب الصحفيين على سبيل المثال، تحملني، هاجموا ومسوا شخصيا وحاولوا نمس كل شيء فيه، تشويه وتشهير، نتيجة انه زعلان بدي احكي فيسبوك، مش فيسبوك، عندي الفيسبوك، مش زي زمان ما حد كان يعني لا كان فيه طباعة كويس ايه بقولك ففيسبوك حر، انا بدي احكي على نقيب الصحفيين، حر، انا الي رأي فيه، مش حريتي. هذا الفهم المغلوط لحرية التعبير هو يسيء للحرية نفسها ويسيء للشخص نفسه. هذا موضوع احنا كأكاديميين لازم نتنبه له، لأنه هذه مسألة ثقافة بالآخر، هي ثقافة، يعني أنت بتروح على العالم كله لا تجد ما يمارس هون يمارس في كثير من الدول المتقدمة على صعيد الحريات، إلا أنه عندنا الباب مفتوح على مشرقه ومغربه، والكل اللي بده يحكي بيحكي. كثير صار إساءات لأشخاص، لجامعات، لشركات، لمؤسسات، لي إلى آخره، بشكل عام، ما بحكي فقط عن السلطة السياسية، بشكل عام بما فيها السلطة السياسية، إساءات تحت شعار حرية التعبير. وأنا أستطيع القول وأستطيع الحديث تجاه أي موضوع بالشكل الذي أريد، الطريقة التي أريد، في الزمن الذي أريد، لا، هذا المفترض بأنه نمارس حرية التعبير وهو حق مقدس، ولكن في إطار قيد الأخلاق، وبنفس الوقت بشرط أن لا يمس حريات الآخرين. وهنا أيضا يأتي الأمن، لأنه الأمن بده يحمي الآخرين مني ومنك لما بدنا نمسهم. يعني هو كم قضية دم حدثت نتاج قضية، لحتى الآن قضايا دم من كلمة، الكلمة أحيانا تفجر أزمة وتخلق فتنة بدون ذكر مشاكل هنا أو هناك، في مشاكل أشترك فيها الآلاف من الناس في بعض المحافظات نتيجة أنه هذه المجموعة حكت على هذه المجموعة، وهذه وبالتالي كلمة واحدة من هذه المجموعة أدت لتفجر خلاف وتفجر مشاكل وقضايا حصل فيها دم وحصل فيها قتل نتاج الممارسة ما يسمى بحرية التعبير، اللي أنا بأمن فيها إيمان مطلق، ومش بس بأمن فيها، مطلوب مني أني أصونها كسلطة تنفيذية. كثير من القضايا بشكل يومي تمر علينا كمحافظين على سبيل المثال، لا، عادي تعمل مظاهر، اعمل، بدك تحكي احكي. يعني قبل يومين ثلاث كان في ناس عاملين بدهم يعملوا بدهم قاعة، طبيعي جدا يتقدم بطلب، فكثير من الناس قالوا هذول بيحكوا هيك وهذول بيحكوا هيك، قلنا لهم لا،
حقه يمارس الطبيعي، يروح على القاعة، وهي إذا بده قاعة المحافظة كمان أهلا وسهلا، بده يجي ينتقد المحافظة أهلا وسهلا، بده ينتقد سيادة الرئيس ما في مشكلة، لكن في إطار معقول، في إطار مهضوم، في إطار مستوعب. عباس يا ابن الكلب، يا عباس يا ابن الكلب، احكي بأنه سياسيا أنا رأيي هيك، واحكي أنا كذا، وإنت رايح بهذا الاتجاه، هذا خطأ، هذا كذا، احكي اللي بدك إياه، ما حد يقول لك لا، بس ما تحكيش بأنه أنت خائن، وما تقوليش أبوك وإمك تحت شعار والله حرية التعبير، ما تقولش إنه فلان جاسوس وفلان كذا تحت إطار حرية التعبير. حرية التعبير حق مقدس يجب أن يمارس في إطار القانون، في إطار النظام، في إطار أيضا حدود أخلاقية، لا تسمح لحرية التعبير أن تصل إلى مدى يمس حريات الآخرين، وإلا بتصير حرية التعبير سيف مسلط على رقاب الكثير من الناس، ويؤدي إلى فتنة، ويؤدي إلى مشاكل. يعني حرية التعبير إنه يصل الإنسان لهذا الحد، الشتيمة، كفر الرب، ما كمان أنت لما بتكفر الرب ما في اعتداء على مشاعر المسلمين ولا مشاعر الناس، مشاعر الناس مش حقوق للناس، إنه ما حدش يمسها، ما هو حق، حق إلي ما تمسش مشاعري، ما تمس مشاعر الإنسانية، ما تمس مشاعر الدينية، زي كمان مطلوب مني أيضا كمسلم إني ما أمس مشاعر المسيحي على سبيل المثال. طب أنت لما بتيجي بتطلع بمظاهرة وبتمارس الكفر، عينك عينك، هل هذه حرية تعبير؟ أي حرية تعبير؟ لما أنت بتيجي بتولع الشوارع وبتولع الشجر، هذه الشجرة اللي بتقعد سنين البلدية وهي عمليا بترعرع فيها وبتسقيها وبتدير بالها عليها، وتيجي مرة واحدة بتحرقها، طب ليه؟ أي حرية تعبير؟ هل هذه حرية تعبير؟ شكرا لسيادة اللواء دكتور عبد الله كميل أبو جهاد. أعتقد إنه هذا دكتور أبو باسل، بعرفش إذا في ألمانيا موجود ولا لا. بنرحب كمان مرة بدكتور علي معروف، رئيس اللجنة الطبية العربية الألمانية في ألمانيا. الدكتور علي طبعا موجود هلا هون عندنا في رام الله للتحضير لعقد مؤتمر طبي فلسطيني ألماني ضخم سيعقد في مدينة أريحة، وكمان يعني ينضم إلى الدكتور وفد طبي كبير من ألمانيا لإجراء عمليات جراحية في المجمع الطبي. أهلا وسهلا بك دكتور. شكرا. الله يخليك. تعقيب 10 دقائق إذا هذا الموجود، يعني مقارنة بين حرية الرأي بفلسطين وبألمانيا، تفضل. شكرا كثير. الحقيقة بسعدني جدا أن ألتقي في جامعة كبير زيد، أنا مش أول مرة باجي جامعة كبير زيد، أنا أجيت من فترة زمنية طويلة، وكنت قبل فترة مع وفد ألماني، وإحنا إن شاء الله في الوقت القريب رح يجي 2 بروفيسور يدرسوا هون في كلية التمريض، بروفيسورين من ألمانيا يعطوا حول جلطة الدماغ وما بعد جلطة الدماغ كيف الاحتيار. هذه هي مش داخلة في إطار الحرية، ولكن داخلة في إطار الأدب والدعم الإنساني لبلد. يعني أنا بقول دائما في مهرجانات دولية، يمكن عيب الواحد يحكي لما حصلت على جائزة توفيق الحريري في لبنان، وكانت أول فلسطيني وأنا ابن مخيم طبعا، كنت لما أروح أجدد الوثيقة أقول لي ميت شلوط، بعدين كنت أقعد مع رئيس الوزراء ودولة الرئيس، فلما حكيت كلمتي أمام الوزراء قلت لا خير في الطبيب الفلسطيني لا في مبضعه ولا في سماعتي إذا لم تكن في خدمة شعبي. إحنا خلقنا هيك. بألمانيا أين تقف الحرية؟ طبعا الحرية حتى في ضمن إطار الأحكام والمحكمة الشرعية، إذا لم يكن هناك أمن يحافظ على هذه المحكمة لا يمكن أن تصير محكمة. أنت سمعتوا في ألمانيا أنه في واحد دخل وضرب واحد بالخنجر، الامرأة المصرية اللي قتلت في داخل المحكمة الشرعية، هاي لن تعاد لأن الأمن كان متساهل، والذي حكم رجل الأمن ولم يحاكم القاضي ولم يحاكم ليش من فعل وأم حمى هذه الامرأة. في 3 مواضيع حابب أحكي فيها وأنا أفتخر زيكم فيها طبعا، أنه أول امرأة فلسطينية أو فتاة فلسطينية تصبح الناطقة الرسمية باسم وزير خارجية ألمانيا هي مسلمة فلسطينية،
عاشت في ألمانيا، ولدت في ألمانيا، ولا أخجل أن أقول إنه طبعاً بعرفها الدكتور عبد الله، تربت في بيتي، هي مرت ابن أخوي، نعم، وتمرست وولدت هناك، وهي من أبناء مخيم الرشيدية، ولم تستطع أن تكفي دراستها. وبيعرف بسام عندما أهلها كانوا بسيطين جداً، ولكن كانت مبدعة، والحمد لله استطعنا، وتمرست في عمل سياسي، والآن أول فلسطيني في تاريخ ألمانيا تنطق باسم وزارة الخارجية الألمانية. هذا يعني انتصار للمرأة وللإعلام، وهاجموها في الإعلام، هوجمت في الإعلام، وقيل عنها أنها مسلمة ولكن مش لابسة على رأسها، فقالت أصلي وأؤمن وأحترم الأديان ولا أكل لحم الخنزير، ولكنه أنا ناطقة وسأبقى أنطق في الحرية في ألمانيا، لأنها تعتمد طبعا على القانون في النهاية، لم تخرج عن إطار القانون، هوجمت، ولكن اللي دافع عنها الألمان دافعوا عنها فيه. في حدثتين أنا حابب أحكيهم عن كتاب صدر، حكيتها للأخ اللواء. في ألمانيا صدر كتاب اسمه هكذا قالت لي فراو براونز، بعد الحرب العالمية الثانية كيف انتصر الشعب الألماني، وأصبحت ألمانيا من أعدم دول العالم اقتصاديا، نظاما، وحرية وحكم. يعني إذا لم يكن هناك قانون ولم يكن هناك أمن يحافظ على حرية الفرد، وأنا الآن ألماني باعتبار أنا أحمل هوية ألمانية، ولكن لي الحق مثلي مثل ميركل المستشار الألماني، إذا إلي حق باخذه بالمحكمة بكل جرأة. فهذه قصة بسيطة بس تسمع، يعني حكوها أكيد في إحدى الجامعات وفي إحدى الأقسام. عندما خرجت الناس من الحرب العالمية الثانية كانوا الألمان محطمين، فوقفوا بالصف يأخذوا عاشة زينا طبعا، فواحد من الجنود أوعيه مهشم ودمه نازل وحالته حالي واقف صف، فهو وداخل قال بلكي أنا خلوني أخذ قبل غيري، فمسكته امرأة كبيرة في العمر وقالت له خسرنا كل شيء في الحياة، لم يبقى لنا شيء، بيت وعرض وكل شيء، بقي لنا شيء واحد ممكن أن نبني فيها ألمانيا هو النظام، صف وراك. هذا الجندي البسيط اللي كان عمره صغير كتب بعد 40 سنة كتاب هكذا قالت لي فراو براونز، وبالنظام والقانون وحرية التعبير استطاعت ألمانيا أن تصبح من أعظم دول العالم. أنا طبعاً لا يحق لي أن أتكلم بعد اللي حكى اللواء عبدالله، ولكن هناك أمور الحقيقة في الأخلاق تحكم. أنت ممكن تنتقد ميركل يومياً، أنا بسمع أخبار أنا ورايح على الشغل، بطلع واحد بقلد محافظ برلين، بطلع واحد بقلد المستشار، حتى في هذا الكلام ضمن إطار الأدب، يعني لا يمكن يسمحوا إلى واحد أن يتجاوز أمور الأدب. في قانون، في أحكام، في حرية، أين تقف حريتك؟ عندما تعتدي على حرية الآخرين. حتى في المسيرات والمظاهرات إحنا بنطلع بنطلب مظاهرة، بنقول لهم عندنا احتمالين، بدنا طريق الألكسندر بلاتس اللي بتصل لبوابة براندنبورغر تور مثلا، وبدنا عن طريق معط احتمالين، فبقولوا لك امشي في هذا الطريق اللي انت طلبته، واذا خرجت عنه تحاسب. هذا القانون اللي اسمه النظام. البوليس بيمشي حدك، رجالات الامن مشوا حوالي هذه الخطره اكثر من 3000 واحد، وطلعت مسيره مقابله من الاسرائيليين كانوا 250 واحد، وحاولوا يعتدوا على المسيره، لم يتكلم واحد مننا بالمره. رجالات الامن هم اللي حموا المسيره، وبالنهايه ضبطت. يعني الحرية طبعاً بديش أحكي كتير، لأنه يعني إحنا مقدرش، بس ضمن ظروفنا أنا يعني الحقيقة بفتخر في الحرية المعطاة لشعبنا ولأبنائنا ولأهلنا ولأخوتنا، وبالنهاية إحنا قهرنا من كل الدول العربية. أنا لم يسمح لي في مخيم رشيدية في لبنان أن أفتح الراديو على إذاعة فلسطين بالزمنات، أنا حتى اليوم لم يسمح لي أن أعمل في لبنان كطبيب، وأنا ولدت في لبنان، أنا من عكا ولدت في لبنان، لم يسمح لي في الدول العربية. فنحمد الله اللي إحنا عايشين في وطننا نعطى الحرية، لا يسمح لك كان تمشي بالشارع وتحكي أنت وثلاثة عن فلسطين في المخيمات. وهذا الحكي حكى لي يا جنبلاط في ندوي في برلين وأنا قاعد حده، قال لهم للألمان نتعامل مع الفلسطينيين مثل الأبارتايد في جنوب إفريقيا. إخواتي وإخوتي فلنحترم والنص، يعني نحمد الله اللي حقيقة إحنا موجودين في وطن نستطيع أن نعبر عن رأينا وعن حريتنا. وخليها تنظيمات واللي هذا، يعني إحنا عشنا وتربينا في تنظيمات، ولكن الحوار دائما، والصينيين كان يقولوا في ثوراتهم الحك الفكري يولد الشرارة الثورية، مش تولد الشرارة الثورية نشعل الحرب بين بعض، لا، الشرارة الثورية هي اللي بتنير الدماء، وكيف نعمل مع بعض. شكرا جدا لسماعكم، وشكرا لل
شكرا يا دكتور. نفتح باب النقاش لسؤالين ثلاثة، يعني إذا في حد عنده أي استفسار أو سؤال. الفرق بين حرية التعبير، التشهير، الفيسبوك، هل يوجد يعني هل تأخذ بالعلم في التدرج المتظاهرين؟ إيه؟ الشرطة المتظاهرين هل تأخذ بعين الاعتبار؟ يعني لما نحاسب الصحة في الصبايا بس صورة الشرطة إيش كان؟ أوكي. هلا شوف، كثير من القضايا كثير من القضايا اللي رصدت وأنا أعرفها تماما فيها اعتداء على المتظاهرة أحيانا، وأخذت فيها قرارات، ومنهم من حكم ومنهم من فصل. واعتقد انه احنا اولاد بلد واحد وصغير بنعرف، يعني اللي اخوك شرطي ولا ابن عمك ضابط ولا كلنا بنعرف بعض. كثير من الناس اللي تم حكمهم، لانه ما بدنا بكون اكيد مش منطقي اذا بقول بانه والله كل شيء تمام، السلطه 100% وما فيش في هناك اي خلل. لا، بيكون في هناك خلل، بيكون في هناك احيانا اعتداء صارخ يؤدي الى حكم الشرطي او الضابط او ايا كان. وفي ضباط كبار تم حكمهم على قضايا مست حقوق الناس، لا هذا يؤخذ بعين الاعتبار طبعا. وليش هو الشرطي احسن من المواطن؟ لا، هو مواطن مسؤول، هذا ما نؤمن فيه. وأنا لما بحكي عن حالي محافظ، أنا مواطن مسؤول. تفسر وجود قوات الشغب وكثرة الشغب في مكان مواجهة فلسطينية مع حكومة في قطر؟ بالضبط زي وجود قوات حزب الله اللي لا حد إطلاقا يستطيع أنه يزايد عليهم وطنيا، ضحوا وقدموا بغض النظر عن قناعتنا فيهم أو حبنا أو كرهنا أو إلى آخره لإلهم. بالضبط كيف موجودين قوات حزب الله بيمنعوا أي حد من أنه يعمل أي شيء ضد إسرائيل، ليس حبا في إسرائيل وإنما لضمان مصلحة لبنان العليا. بالضبط زيها بالضبط، وبنفس الوقت بالضبط زي ما هي موجود القوات الموجودة بغزة على الحدود أيضا تمنع ليه؟ أنا بقول لك ليه؟ لأنه ما بيصير أي حد عنده أجندة خاصة هيك بيجي على باله أنه يعمل شيء حتى ضد إسرائيل أنه رو يعمل. يجب أن يعمل وفق أجندة وطنية كاملة. لا يجوز أنه كل اثنين ثلاثة بدهم يعملوا حاجة تحت شعار المقاومة أنه يروحوا يدمروا البلد تحت شعار المقاومة. لابد من أنه يكون في هناك نظام. فزي ما هو موجود في كشمير على حدود الباكستان شيك، زي ما هو موجود شرطة تمنع الباكستانيين من الدخول على الهنود وبتمنع الهنود من الدخول على الباكستانيين. بالضبط. وزي ما هو موجود في المكسيك والأمريكا لضمان، يعني هذا أمر طبيعي. ما بيصير إنه كل اثنين ثلاث يعملوا أي حاجة بدون إياها. احنا بلد محتل، وجزء من لبنان اراضي محتله، وغزة ما زالت محتله، لكن ضروري انه يكون في هناك نظام. ثلاث اسئله فقط. ثانيا، ليش لما اجى مفاز على البلد والشباب طلعوا وقالوا يعني احنا نزلتوا مكافحه الشباب على اساس تكون بيسجنوا، لما الشاب مثلا نزل صورة على فيسبوك او سيرته بصورة يقولوا من انتم بتطلعوا في ايدكم مدرستكم عن الفيسبوك، ولما نزلوا الكل يعني ضربوا البنات برضه مش بس الشباب، وصرنا نشوف من عن الفيسبوك. السؤالين الثانيين. اوكي زينب، اخر سؤالين. انا صراحه كنت بدي احكي انه احنا بلد فيها عن جد حريه تعبير، وممكن احيانا تتجاوز الخطوط الحمراء زي ما شفنا بالفيديو. ليش ما في قوانين تضمن لي كمواطن حريه التعبير لكن في اطار معين اني انا ما اتخطى فيه يعني الادب والاخلاق؟ اوكي بتسال عن الفيديو، يعني هسه المصور اللي صور الفيديو في سب وكان بنشر
فيديو على صفحات الفيسبوك، هل يدخل هذا في باب التشهير؟ هل بحق لأن هل بحق لبنت أن تقضي قرنيا المصور للصور؟ أجابه؟ طبعا أي صورة في مجال بابلي ثلاثة تشهير للشخصيات اللي يعني المواطن العادي ما كان عامل عرض تشهير. لاحظ ما كان في المقهى تشهير. في المقهى لا ما بيحكلهاش. لأنه ما كان عامل هدف منه إشهار. هدف منه مظاهرة إشهارية. لا يحكلها طبعا. بس إذا سواها بمقهى مع شاب تعتبر تشهير. صحيح. لا يعني 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 شوف أنا بمتلك صور أو كنت بمتلك صور من أيام شغلي كويس عن ناس شاركوا ببعض المظاهرات صور لا يمكن إني أجي أنشرها هنا بيعتبر انتهاك لا لا لا, لا يعني مثلا لا لا بعض الناس اللي حضروا لبعض المظاهرات كويس في لهم صور في أماكن أو أخرى بعيدة عن الشارع كويس مخزي يعني باختصار كويس لكن ما جينا قلنا والله ليش لأنه ساعتها هذا بيعتبر مساس بحقوقه لا يجوز لا يجوز إطلاقا هلا بالنسبة للأخت اللي سألت عن مفاز يعني أي شخصية بتيجي أي شخصية أي شخصية عالمية بغض النظر عدو مش عدو هو كمان المفاوضات بين أعداء يعني المفاوضات مش بين أصدقاء يعني كمان يروح على سيادة الرئيس على ألمانيا يسكروا شوارع يسكروا شوارع مش هيك في شوارع ممنوع حد يقترب منها تلاقي يهود بيجوا مثلا بدهم يجوا يقتربوا يعملوا مظاهرة ضد الرئيس الشرطة الألمانية بتمنع تبعدهم لمكان آخر ليه هذا جاي هون على برغم ما جاش لكن جاي افترض انه صحيح جاي ما كمان بدك تضمن امن اي حد بيجي عندك ليه لانه مش كل المتظاهرين مش كل المتظاهرين بتعاملوا بطريقتك الرائعة لانك ملتزمة بالقانون والنظام وبتعرف انه انا مش حامل متفجرات لكن الامن كمان بده يضمن امن الشخص اللي بيروح بيروح على سيادة الرئيس أو بيجي على بلدنا بغض النظر مين إسرائيلي ولا غير إسرائيلي لأنه ما بيجي عندك هون بيجي عندك هون قانونا حسب القانون الدولي أنت بدك تحميه بغض النظر مين طيب حتى القوى اللي القوى عادية متقاتلة الآن فصائل مثلا فصائل منظمة التحرير وغير منظمة التحرير دخلت مخيم اليرموك متقاتلين في أخلاق أحيانا في عداء بينهم يعني في عداء يعني في ناس محسوبين مثلا عن النظام السوري دخلوا على المخيم وعملوا حوار مع الفصائل والقوى الموجودة في داخل المخيم لضمان دخول الـ 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 الأغذية والأدوية والآخرين في أخلاق هلأ أكيد في ناس مع طخهم أكيد في ناس مع قتلهم لكن في أخلاق تحول دون انه يسمحوا لهم انه يروحوا لهالمقاتلين يروحوا يقتلوا هالوفد اللي جاي بنفس الوقت عندنا في فلسطين لما بيجي الرئيس الامريكي بيجي مسؤول اسرائيلي بيجي ايا كان انت كمان كامن بدك تضمن انه يجي بشكل طبيعي ظاهر الظاهر بس بمكان عبر عن رايك بمكان لا يحول دون دخول الضيف جدا لسماعكم وشكرا لكم شكرا يا دكتور